أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي وسط أحجام تداول منخفضة، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 3 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747 مليار و802 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 34% وأغلق عند 11616 نقطة. أيضا تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 2.3% وأغلق عند 2132 نقطة. امتدت أيضا الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 1.53% وأغلق عند 3232 نقطة. ننتقل إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقرت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1836 دولارا و21 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل جرام الذهب يار 18 نحو 689 جنيها، ولمس عيار 21 السعر اليوم 804 جنيهات، ووصل عيار 24 السعر اليوم إلى 919 جنيها. وأخيرا مشاهدينا، سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 6424 جنيها. إلى أسواق النفط العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط على خلفية مخاوف من تعطل الإمدادات وسط قلق متزايد بشأن الخلاف بين روسيا وأوكرانيا. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 4% وأغلق عند مستوى 88 دولارا و20 سنتا للبرميل. أيضا زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 سنتا أو ما يعادل 30% وحقق 85 دولارا و35 سنتا للبرميل.